نعم نعم الكلام دخل شيء كلام هنا في قراءة السورة، في قراءة السورة معنى في الركعات التي يقرأ فيها السورة مع الفاتحة، مثلا في ركعتين الأوليين من المغرب وركعتين الأوليين من العشاء وصلاة الفجر، لو إنسان ترك القراءة ناسيا ولم يتذكر إلا بعد الركوع قرأ الفاتحة وركع، ولما استوى راكعا تذكر أنه لم يقرأ السورة، هل يرجع إليها؟ نعم، قيل نعم يرجع إليها، لابد أن يرجع إليها ويأتي بها. وقيل إذا استوى راكعا فليس عليه أن يرجع للسورة، وإنما يجبرها بإيش؟ بسجود السهو. واضحة؟ نعم. أو تكلم فيها ناسي عند الإمام أبي إسحاق، الإمام الحضرمي إبراهيم بن قيس الحضرمي صاحب مختصر الخصال، الإمام الشاري الذي عاصر من أئمة عمان الخليل بن شاذان وراشد بن سعيد، كان في زمانهما حضرمي، أقول له سيف النقاد وله مختصر الخصال الفقه، هو الذي نظمه الإمام نور الدين رحمه الله عليه، فهذه مدارج الكمال ضمنتها مختصر الخصال، وهو الذي ذكر عند قوله وأنشأت بين الورى تسليما والفضل للإمام إبراهيم. نعم الإمام الحضرمي يقول إذا تكلم ناسيا يسجد السهو، بعض العلماء قال لا، الكلام ناسيا متعمدا تفسد به الصلاة، إن هذه الصلاة لا يصلح شيئا فيها من كلام الناس، إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. نعم وسيأتي الكلام على هذا في نواقض الصلاة إن شاء الله، ثم الكلام باللسان مفسد إلا بذكر الله حين يريده.